السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا رقائق في دقائق. في هذا اليوم سيكون حديثنا عن شيء عظيم، وهو أعظم عبادة، وهو ذكر الله جل جلاله. يقول المولى جل جلاله في محكم كتابه وتنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أحبتي الكرام، ذكر الله شيء عظيم، فعلينا أن نذكر الله جل جلاله في كل ثانية، بل في كل سكنة، بل في كل حركة من حركاتنا. ذكر الله عز وجل يجب علينا أن نذكره آناء الليل وأطراف النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله: يمثل حال الذين يذكرون الله عز وجل وحال الذين لا يذكرونه، فيقول: مثل الذي يذكر الله عز وجل ومثل الذي يذكره كمثل الحي والميت، فمن أي الفريقين أنت؟ أنت حيا أم من الميت؟ فكن من الأحياء ولا تكن من الأموات. هؤلاء الأموات يقول الله عز وجل عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ذكر الله عز وجل نعمة كبرى ومنحة عظمى. ذكر الله عز وجل تستجلب به النعم وتستدفع به النقم. ذكر الله عز وجل سرور النفوس. ذكر الله عز وجل قوت القلوب وقرة العيون وحياة الأرواح وروح الأرواح. ذكر الله عز وجل إذا تمسكت به يسر الله أمرك وسهل لك طريقك. ذكر الله عز وجل شيء عظيم، فإذا ذكرته فإن الله عز وجل سيذكرك. ومن الذي سيذكرك؟ خالق هذا الكون بأكمله. يقول في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في ملأ فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ذكر الله عز وجل شيء عظيم. أتعلم أنك إذا ذكرت الله جل جلاله يسر الله أمرك؟ كيف ذلك؟ عندما نرى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرى أن فاطمة في ذات يوم كانت تعبة من عمل المنزل، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي، فأرادت خادما، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من تعب المنزل، لأن السيدة فاطمة كانت تعمل بالرحى حتى تتشقق قد يداها، وكذلك كانت ترفع القربة حتى تنحر في نحرها. هكذا كانت السيدة فاطمة. فعندما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل لم تجده، ووجدت السيدة عائشة فأخبرتها بما تريد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبت السيدة فاطمة، فقالت السيدة عائشة ما كانت تريد السيدة فاطمة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فوجدها هي وسيدنا علي رضي الله عنه، فقال لهما: أولا أدلكما على عن شيء خير لكما ممن سألتمانيه؟ فقال: إذا أويتم إلى مضجعكما فقولا: فكبر الله 34، وسبح الله 33، وأحمد الله 33، إذا كنت تريد اليسر، وإذا كنت تريد السعادة، وإذا كنت في مشقة وتعب في عملك فقل الله أكبر 34، وسبحان الله 33، والحمد لله 33. بإذن الله عز وجل يتيسر كل أمرك. ذكر الله شيء عظيم. إذا أردت من أولئك الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله فكن من الذاكرين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله:
شاب نشأ في عبادة الله والإمام العادل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجلان تحابا في الله وتقاربا، تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فكل لله ذاكرا آناء الليل وأطراف النهار. روي أن إبراهيم بن أدهم ذات يوم كان مارا في الطريق فوجد رجلا مبتور القدمين مقطوع اليدين أعمى العينين، وجده في جسده مرض الجدام، وكان يقول هذا الرجل الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله على نعمه العظيمة، الحمد لله على عطاياه الجزيلة. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم فسمع هذا إبراهيم فسمع ما قال، فتوقف إبراهيم فقال له ماذا قلت؟ قال لقد كنت أحمد الله عز وجل على نعمه وعلى عطاياه الجزيلة. فقال أين يديك؟ قال قد قطعت. وأين رجليك؟ قال قد بترت. قال وأين عينيك؟ قال قد عميت. قال ولماذا تحمد الله عز وجل؟ قال أولا يكفي أن أكون عبدا شاكرا ولسانا ذاكرا؟ أولا يكفي أن الله عز وجل أعطاني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا؟ فهكذا المفترض أن نكون، كل أوقاتنا تكون في ذكر الله جل جلاله آناء الليل وأطراف النهار، وأن لا نكون من أولئك الذين يقول الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أردت السعادة فيجب عليك أن تذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. إذا أردت الله أن ييسر أمرك فاذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من أولئك الذين يذكرونه آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.